أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تابع بقلق الحادث الغادر الذي تعرض له الرئيس الأمريكي السابق والمرشح الرئاسي دونالد ترامب. وعبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أكد الرئيس السيسي إدانة مصر للحادث، معربا عن التمنيات بالشفاء العاجل لترامب واستكمال الحملات الانتخابية الأمريكية في أجواء سلمية وصحية خالية من أي مظاهر للإرهاب أو العنف أو الكراهية.